وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لانتقلت على نفسي خليلا، لا يبقى أن في النفس ذي خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. نعم الله اجتمع الأمران وليس مع الأمران نفس والاتفاق. من قال إنه بالنفس يقول استنبه للنفس وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ قال رجل: أنا رأيت ميزانا أنزل إلى السماء فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع، فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال صحيح رواه أبو داود من طريقين عن أبي بكرة، واللفظ الذي في الكتاب هو عنده من طريق الأشعث التي ذكرها المؤلف، لكن ليس فيها قوله في آخر الخلافة، وهذه الزيادة عنده من الطريق الأخرى وفيها علي بن زيد وهو بن جدعان وفيه ضعف. ثم يؤتي الله الملك من يشاء، فإنها ضعيف لتفرد علي بن زيد بن جدعان بها، فهو ضعيف. تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. عندنا تنوط يا شيخ، وأما تنوط بعضهم ببعض شعيبي نيطة نيطة، أو أما أن أبا بكر نيطة برسول الله، ونيطة عمر بأبي بكر، ونيطة عثمان بعمر. فلما وأما المنوط بعضهم ببعض، عندنا تنوط بعضهم وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. وروى أبو داود أيضا عن ثمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن ذلوا. قال صحيح فقط. قال أخرجه أبو داود في السنة باب في الخلفاء ورجاله في فارس. وروى أبو داود أيضا عن ثمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع،
ثم جاء عثمان فأخذ بأعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بأعراقها فانتفضت منه فانتضح عليه عليها شيء. علق عليه قال ضعيف فيه عبد الرحمن الجرمي، الجرمي فيه جهالة، ومن طريقه أيضا أخرجه أحمد. والعراقي جمع عرقوة، وهي عداد يخالف بينها ثم تشد في عرقة ويعلق بها الحبل. انتهى. نفس الكلام. أعجاب ولا أعواد؟ والله أعواد. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة جمهان ما فيه وجهان عفى الله عنه وجهان في جمهان لا أحرق منها هذا الأحرق ينجم وينجم رجيم الله والأخر معك عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. واحتج من قال حسن يشهد له ما لن يستطيع ما قال رسول وعن سعيد عن سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخرجه أبو داود والطحاوي في مسلم الآثار وأحمد وسنده حسن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي وزاد الترمذي وغيره. قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 2 سنين وخلافة عمر رضي الله تعالى عنه 10 سنين وخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه 12 سنة وخلافة علي رضي الله تعالى عنه 6 سنين. انتهى. سعيد بن جمهان بضم الجيم وإسكان الميم الأسلمي أبو حفص البصري تضم له أفراد من الرابعة صديق له أفراد من الرابعة مات سنة 36 4 احتج من قال خلافة حسن هل تعد الاختلافة؟ مجرد ما أخذها كان مخير يعني مجرد ما أخذها شارع مباشرة يعني لم يعني واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أستخلف فقد استخلف منه وخير مني يعني أبا بكر وإن أستخلف فلن يستخلف منه وخير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، والظاهر والله أعلم أنه أن المراد أنه لم يستخلف بعهد المكتوب. نعم. يقول أخرجه مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه. بس صفحة 400 قريبة شوف هذا.
يقول أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر من أبي بكر وأحمد، وأخرج أحمد بنحوه، وأخرجه البخاري في عندنا شيخ عن صحيحين عن عائشة تكلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع. من كان أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا، وبما روي عن عائشة أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لم يستخلف. أنا أحكي لا أعلم هو تكلم عليه ضمن هذا الحديث وما أتفق لا والظاهر والله أعلم سلم أقل الله ونحن نحن نسلم الله ونحن نسلم الله ونحن نسلم الله ونحن نسلم الله ونحن نسلم كما هو أمن وفري يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقلقا ومستقلقا وهو كلام مفرق منه الشيخ ذكره في لف عند البخاري يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون والظاهر والله أعلم أنه أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب ولو كتب عهدا لكتبه إن شاء الله. أن المراد أنه لن يستخلف بعهد مكتوب ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب له بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم شك أن هذا القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يستعره والمؤمنون من خلافة أبي بكر، فلو كان التعليم مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه، ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية، ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر ولا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قد قال أهل البدع. ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر لا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قد قال أهل البدع. وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبه؟ نعم والله الذي. وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز
بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال أو في شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه لهو كان أتقى لله من أن يتوسب عليها من أن يتوسب عليها. هنا سؤال بس ما علق عليك هنا يتوقع عليك مقصود الحسن أو أبو بكر مقصود الحسن أو أبو بكر الصديق توسل عليه بالجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية ولا ذكر أن غير أبا بكر أن غير أن ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ففي الصحيحين عن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة قلت من الرجال؟ قال أبوها قلت ثم من؟ قال عمر وعد رجالا. وفيهما أيضا عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألت أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليه فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله إني والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وأتاني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها. ومعنى غامر غاضب وخاصم ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. قال هنا رحمه الله عنه عزاه الى الصحيحين وعلق عليه بقوله البخاري عن ابي الدرداء ولم اره عند مسلم ولم يعزه اليه في الذخائر. نفس الكلام يقول ولم يخرجه مسلم وخرجه البخاري فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا وفي تفسير سورة الأعراف باب قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ولم يخرجه مسلم. فأحنا من رواة البخاري والمعروف السادح بسمه الله بصحيحين إن مسلم النبي روح في صحيح مقدم صحيحين في الفتح على أنه من قال البخاري. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها موقوفا قليلا على أمر. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح فذكرت الحديث
إنها قالت واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا لأني أهيأ بنفسي كلاما قد أعجلني خشيت قد أعجلني الذي عندي أعجلني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر ألا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال حباب بن المنذر حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بيده فبايع وبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعدا فقال عمر قتله الله والسلح العالية وهي حديقة بالمدينة معروفة بها علق عليه خير شعيب يقول أخرجه البخاري فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت مستخدم قليلا ولم يخرجه مسلم إيه نعم هذا الأخير كذلك قال الشيخ رحمه الله هل بقي هذا إلى المات؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أي نثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه وذلك بتسديد أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر لقد روي عن محمد بن حنفية أنه قال قلت لأبي يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني أو ما تعرف فقلت لا قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر وخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره فتكلفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا فلم يرع وفي الصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره فتكلفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال ما كلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر
ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما ما تجمع على أن الخلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعة من الصديق أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر فاروق ثم عثمان بن عفان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. وتكاثرت الأدلة على تقديم الصديق وأنه أرجحهم ميزانا وأعظمهم قدرا وأفضلهم عملا وسابقة، ولهذا أجمعوا عليه وأنه مقدم الخلافة والفضل على جميع الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن أعماله العظيمة وسابقته العظيمة وجهاده العظيم وتقديم النبي عليه الصلاة والسلام في الإمامة الصلاة في حياته حين مرضه وفي صحته كذلك إذا ذهب لحاجة. ثم بعد ذلك عهد الصديق رضي الله عنه عمر وجعله وليا بعده، فأن بعث الأمة على ذلك. وكل هذا أيضا من أعظم الفراسة التي حصلت الصديق، حيث ألف عمر أوصاه أن يخلف بعده له، وكان هذا أيضا من أعظم حسناته رضي الله عنه، فإنه رأى أن عمر وأولى الناس بعده بهذا الأمر لما عمر من فضل سابقته وعلمه وفضله وقوته لله عز وجل. ثم عمر جعل يعني الشورى بعد ذلك لا يأتي الستة، فجمع المسلمون بعد ذلك على عثمان، ثم بايع الناس علي رضي الله عنه من صلاة الخلافة بعد أن صلى الله عليه وسلم، ثم تولى بعد ذلك معاوية رضي الله عنه بعدما أدرك فتنة كبيرة بعد ما ارتجع عثمان وجرى بين علي ومعاوية وآل هشام وعمار من الفتنة، ثم جمعهم الله على معاوية واستقرت الأمور وغسلت الأحوال لعام 41 إلى عام 60، ثم توفي عام 60 ثم صارت لله اليهود وكذلك ويرى بعد ذلك من زمن يقيسا. فالمقصود ان الخلافه النبويه لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هؤلاء الاربعه بما جاء في الادله العظيمه الكثيره وبما وفق الله له المسلمين من الاجماع على بيعه الصديق ثم عرضه بعمر ثم ما حصل من الخلافه على عثمان ثم البيعه لعلي والارضاء لكونه افضل الباقين بعد الثلاثه بفضله وسابقته وقرابته رضي الله عنه وارضاه. نعم اللهم ارض عنه جميعا. هذا الحديث في اصحاب مسلم محشي وصلنا اخرجه البخاري. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القنيب ثم نزع أبي بكر ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال استأذنت عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن الحديث. وفيه فقال إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيح وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمة منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. قوله ثم لعثمان رضي الله عنه أي ومثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. قد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما أتخافاني أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة فما فيها كبير فضل. قال انظر أن تكون حملتما انظر
انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا يمكن أن يرضى الله أرض السماء لأن الأرض فرادية لولي أمر فلا أمر وضع عليها حرادا محيرا وحتى يكون شرع وكان حليفة ورحمن حليف هما قائمان بذلك فخاف أن يكون حملها شيء زائد من أمر هما أن يتحريا ولا يحملها إلا ما تطيق وأن يحمل لأهل الأرض ما يكفيهم ويكون بحالهم بعد الآية الأولى والله إلى الفرائض الأخرى أن أعطى من يكون معنا فقال عمر لئن سلم لله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا. قال فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس. غداة أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال استو حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فيهن خللا تقدم حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فصار العلج العلج بسكين ذات فطار العنج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العنج أنه العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال السنة قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا. قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم صلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمنا إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقال يقول لا بأس عليه فقائل يقول لا بأس عليه وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بلبيغ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت. فدخل عليه وجاء الناس يطلون عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال رد علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأسقى لربك. يا عبد الله هو في هذه الحالة شديدة شكرا نوفا الله مروح في هذه الحالة شديدة القعد ما أصابه من مصيبة الغضار وخطر الموت لما رأى الشاب يمسك ثوبه الأرض قال ردوه علي. ولما ردوه قال يا أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأبقى لربك. هذا يدل على أن المؤمن يوصل وجهه مطرحه في أي حالة في حالة مرضه وصحته وسفره وإقامته في جميع الأحوال. هذا فرض المؤمنين جميعا
ومن هناك بعضه أولى البعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا من الدلائل على كمال فضله وعظيم عنايته ورحمته لله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمة على المسلمين، رحم الله بالعباد ورحم الله بالعدل، وقام بالشقاء الجهاد وانتشار بالإسلام في شرق الأرض وغربها، وجهد المسلمين في الله جهادا عظيما والروم وفارس وغير ذلك بخلافة الله رضي الله عنهم وأرضاه، حتى نصر الله به الحق وأمر به العدل، وصار الناس في غاية من الأمن والعافية والاستقامة وغرض العيش. ورحمة الله عز وجل ورضي الله عنه وعن أصحابه جميعا. يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال وجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم. فادعني هذا المال، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريده لنفسي، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قال قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها، فلما رأينها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعناها فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، أي الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، تسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأنصار خيرا، فإنهم رد الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو، وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم وأن ترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، وأن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم. يعني اليهود والنصارى، يعني الكتاب الذي يعني الجزية يهود والنصارى والجزية غيرهم فليستعن به ما أمر ولا ما أمر، فليستعن به أيكم أو ما أمر، ما أمر ولا ما أمر، نعم فليستعن به، نعم فليستعن به، ما أمر بالتشديد، ما أمر بالتشديد، ما أمر بالتشديد، ما أمر
ما أمر بالتحريم إلا دعاه الله. اللي مشرك. وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. ولما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. قال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. قال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان. قال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلو عن أفضلكم. قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لا تعدلن ولئن أمرت عثمان لا تسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرم أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا. قال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم عن هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبة. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد لأن هذا القيام ولا يليها يشاور الناس ويتأمل وينظر وتعيل في هذا بعدما هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال أراك نائما فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم. انطلق فادع لي الزبير وسعدا فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادع لي عليا فدعوته فناجاه حتى أبهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان أبايعك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن فضائل عثمان رضي الله عنه خاصة قوله
ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلن تهتش له ولم تبالغ. ثم دخل عمر فلن تهتش له ولم تبالغ. ثم دخل عثمان فجلس وسوين ثيابه فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وإن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكانت بيعة الرضوان في نحوه الرواية قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن فضائل عثمان رضي الله عنه خاصة كونه ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه. فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالغ. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالغ. ثم دخل عثمان فجلس وسوين ثيابه فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وإن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكانت بيعة الرضوان هذا يجب في اختيار أهل من يكون عن خصف سابق حركة بالدامة أو أنه منصوب قول لأن السلام من الصحابة أو عن أمير أبو جاهل أو أهل محمد بالأمير في السلام أمير رواه ذرها الأسفلي وذنب علي أيضا أي ومثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا وأجب الطاعة وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث السفينة المقدم ذكره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر مثل ذلك. وأنا أخذت لها بمعنى كلامنا في الأمر في الإسلام. قدم على الحيرة مثل ذلك في الإسلام. نعم.
وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 و3 أشهر وخلافة عمر 10 سنين ونصف وخلافة عثمان 12 سنة وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر وخلافة الحسن 6 أشهر وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه ووقر ملوك المسلمين لكنه إنما صار إماما حقا لما نور إليه الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى معاوية فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين والقصة معروفة في موضعها وهذه المناقب من أهل السنة وفعلهم المعايب عندها ظاهرة ولكنها مناقب كريمة وأحمال اليمينة حيث أصلح الله به الفئتين وحقق به ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وقال عن الله سبحانه وتعالى بأتين عبودتين المسلمين فوقع ذلك لأن الناس قد بايعوا الحسن على القتال وعلى أبيه وابتدى معه الجيوش ضد الشام ومعاوية كذلك وبين منها الجيوش ضد العراق طلب الله سبحانه ثم هذا الصلح لكان ملاحم وكان بايعه من ظهر الى الله ولكن سبق في علم الله سبحانه وتعالى ان يسهل على الصلح وان يقبله على يد الحسن وتم ذلك الحمد لله في يوم الاول من عام 1000 من عام 41 مجيبه وصار يسمى عام جماعه عام 41 غيره يسمى عام جماعه لان الله يرحم بسبب سنه المسلمين فليتم عليهم من الوحي هذا الفكره العظيمه بعدما اصطلحوا الماء بعام قاتل عام 35 وصارت العوام 5 هي القتال وفتن ما لا يصير الله عز وجل عن 36 و37 و38 و40 والخلافة حدثت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام والحق مع علي رضي الله عنه فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان في المدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير وعظمة الشبهة عند من لم يعرف الحال وقوية الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأمراض ممن بعدت داره من أهل الشام ويحمي الله عثمان أن يظن من أكابر برودته ويبلغه عنهم أكبر منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه وانضم إلى ذلك أهواء أقوام يحبون العلو في الأرض وكان ويحمي الله عثمان أن يظن من أكابر برودته ويبلغه عنهم أكبر منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه وانضم الى ذلك اهواء اقوام يحبون العلو في الارض وكان في عسكر علي رضي الله عنه من اولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يراه بعينه ومن تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع عن الفساد والعدوان وإلا استوجب غضب الله وعقابه فجرت فتنة الجمل على اختيار من عليهم ولا من طلحة والزبير وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين ثم جرت فتنة قسطين لرأيهم وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يبتلع أمر الأمة وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشديد المظلوم وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه
فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف مؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف مؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يتوب، فحمله الله عار من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي ثوب مفسدتها على مصلحتها. ونقول في الجميع بالفتنة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن لأن هذا قال السنة والجماعة، لأن الظلم أبناء تعدى عليه قد أفادوا وأخطأوا وانتبه أمرهم وصار طائفة من الناس يؤيدون من قابل استعمالة الشهيد والانتقام من ظلمه فعل الشيء، وصار آخرون من أمير الله عنه أنه الواجب الطاعة والخائف الواجب، وهذا من هذه الشبهة فتن وشرور وعرف اختلاط الناس فيهم شر كثير وفساد كثير وتنازع عن سواء السبيل، دخل بعضهم مع هؤلاء وبعضهم مع هؤلاء وصار بفكره. والصواب عليه السنه والجماعه من الصحابه والذين مع علي والصحابه والذين مع معاويه مجتهدون خاصه من كان مع علي واصحابه وله ابراهيم على صواب الحق في القيام بالجهاد والكفاله في البقره والذين مع محروقه له شبهة التأليف صار المظلوم وقصد طلبه وطلع عن الظلام والانتقام منهم أو الانتصاب منهم، فله شبهة في الدعامة فله أمر اجتهادهم، وإن كان له الصواب فهذه القاعدة للمجتهدين في طلب الحق بين أمرين: أحدهم مصيبة له إضرار الحكم الإصابة وله الاجتهاد، والثاني أخطأ فيجوز وله الصواب وله الواجب كف الجام عن مسيره بين الصحابه، وهذا يقال بها من الحسنى كما الشارع كما هو معلوم من اهل السنه وما فيها من الباب وغيره. والاصل في هذا قوله تعالى: ولو طائفتان يعني من الاصل بينهم بين بعض بين العقل فقاتل الزوج حتى تفيع الى عبده، وعلي قال بهذا امر بها المطالب التي معناها ظن منه ان لا ينتهي بسرعه وان تفكيره يطلع عليها، والاخرون قاموا بالانتصام من الظلم وان الظلم يجب القصر وانتقم من الظلمه ويطلع على الظلمه، ولم يرى الاخر ينتهي بسهوله، وان اصحاب القتل والظلم يمكن امساكهم ويطلع عليهم قتلهم فلم يتم الحال، فتقدر في الحال لها حجرا ونسال الله المساء العاقبه وان يغفر لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم له قصر صالح من اتباعه وان يعفو عنه الاخطاء في الاجمع. والفتن التي كانت في ايامه قد صادق الله عنها ايدينا، فنسال الله ان يصون عنا السنتنا بمنه وكرمه. ومن فضائل امير المؤمنين وفي هذا الباب صح الحديث الرسول الصحيحين: تنظر ما يقال من امتي الاخير وقت من المسلمين تقتله اولى الطائفتين بالحق، وهل يمارقه طوائف مرض الاهالي في عهد الضبع فقد لا نخير واصحاب لا طوائف طائفتين بالحق، وهل يؤمر عليهم من فضائل أبي المؤمنين عن ابن أبي طالب رضي الله عنه لا الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وهي حديث الزواج وحكم على الطائفتين بأنهما مسلمتان، وما بقى أي فرقة من المسلمين، المسلمون حصر بينهم الفرقة وهم مسلمون والإسلام وأهل العقل، كانوا مسلمين اختلفوا بسببين: شبهة التي وقعت في قتلة عثمان، وما بقى في الخوارج المرق وكفروا
من عصى بفعلهم كفروا كفر الصحابة الذين حضروا هذا الأمر وزعموا أنهم في مكانهم فيما بينهم فانخرجوا من الإسلام، وهذا من جهل الخوارج وظنهم قيمة في بصيرتهم وظنهم في الدين كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول يحفظ القوم خذ هؤلاء الاسنان خذ هؤلاء الاحلام يحفظ على كفارهم واخلاقهم وصيامهم وعصيانهم واقرارهم واقرارهم ثم يقول الاسلام ثم لا يعود الا ان شاء الله. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الحديث عن تبين عن تبين من جهه هارون بن موسى الا انه لا يدري بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم قلب رأسي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاول إلى لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرضا فبصق بعينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. فلما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. قوله الخلفاء الراشدون والعلمة النهديون. فقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي وعن الألفاظ الثانية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليئة لغزت من العيون وعيت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإن ولي عشريكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين النبويين من بعد تمسكتم بها وعفوا عليها بالنواب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وجدير الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قال صحيح وقد أخرجه أبو داود الترمذي وأحمد وابن ماجه والدارمي وإسناده صحيح صححه الحسان. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في فضل كتابه في الخلافة. ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من النبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا باقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر. فقال اقتدوا بالنبي من بعد أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم. فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي. وعلى هذا عامة أهل الحينة. قد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما إني قد رأيت نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعجلون بعثمان. وقال أيوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أدرى بالمهاجرين والأنصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل امه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال صحيح اخرجه ابو داود بسند صحيح العهد وهو عند البخاري بنحوه ولم يصحه مسلم. قد اخرجه البخاري في الفضائل كتاب فضل ابي بكر بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم وليس هو في مسلم. هذا الحديث رواه البخاري للضيف الاصغري وهو من اسراره لم يروه مسلم في صحيحه.
كما نص على ذلك الحافظ. أما اللفظ الذي هنا فهو لفظ أبي داود من رواية ثانية عن ابن عمر، ورواه أيضا بنحوه من غير هذا الوجه أحمد بن مسند وأبو داود والترمذي، وقد تساهل الشارح كثيرا. قوله وإن عشرة الذين شبهوا عليكم لأن الشارع ولأن اقتباب الجوع أو العمل يعني وإلا لا يصر الله من باب التأكيد عن الشريف على الله صلى الله عليه وسلم 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 صلى فعند سنتهما لا يعم الابتداء بهما فان سنتهما تقبل غير العمل. نعم. خلاف الراشدين اذا اجتمعوا والا ولو فرد احدهم بقوله. من سامعين ومن طريقين اذا خفت السنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم عند خلائف النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا السنه غالبا فالسنه مقبله على كل احد. ويتوكل ويتعطى الاسباب من الاعتماد على الله تعالى ورجاء يعلم بها الاسباب. قال
فقال لقد أرسلنا إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين قال فاستشرب لا الناس قال فجعل هذا عبادة وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعت اليقين وعن سعيد بن زيد عشرة بن جنة النبي بن جنة أبو بكر بن جنة وخيفة بن جنة وعمر بن جنة وعثمان بن جنة سعد بن مالك بن جنة وعبد الرحمن بن عوف بن جنة ولا شئت لتهديت لعاشر قال فقال من السنة الفرائم والراتب من السنة الفرائم والراتب
قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فانه شهد بدرا والحديبيه. والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء بل يتبرؤون من سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من نفر قليل نحو 14 نفرا. ومعلوم انه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يهجر على الإثم بذلك، كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجد هجر إثم 9 مطلقة. لما يفعل ولا يفعل حتى يهجر على الأرض. بل إثم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن، تلك عشرة كاملة وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر والفجر وليال عشر
وقال صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني عشراء ذي الحجة. والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وسيل النبي صلى الله عليه وسلم، دعوى مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن حسن. ويغالون في محمد هذا صاحب الاستبداد الاخير، هذا صاحب الاستبداد ان دخل الاستبداد من خمس من خمس سنين او ست سنين ولا خلل الان. فاذا خليل فانه لا يقول لا خليل الان الرافع الخبيث هذا، فاذا انه لا يقول لمحمد بن حسن العسكري صلى الله عليه وسلم، وانه يدعو الى اهل البيت الى تعظيم العشر، ويقول يعلمون الغيب انهم معصومون، لا بد لهم مع الله نسال الله العافيه. قبل لهم ان شاء الله، لا اشرع يقول لهم ان اظلهم ما انزلهم، ولم يظهر الله على ان هذه المقالات من اثار التوبيخ ظلهم على مجوسيتهم كلهم من ولاه الخبيث، ولا يلبس على الناس بحجه اهل البيت، واما العامه فهم اشرف العام لا يعرفون شيئا. نعم يقال ان حقيقي من ذلك، نعم لكنهم يهود القليل منهم ويغال في محبتهم ويتجاوزون الحد، ولم يأتي ذكر الأئمة الاثنى عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله. وأضاف الرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلهم من قريش. وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإثنى عشر الخلفاء الراشدين الأربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال وعند الرافضة هذا هو الواقع بين الإسلام العزيز وبين هؤلاء الأربعة الخلفاء من معاوية رضي الله عنه ثم يزيد بن جبل خليل ويزيد ثم قال ما بعده عبد الملك وأولاده الأربعة خمسة هؤلاء 11 وبينهم عمر بن عبد العزيز هؤلاء 12. ثم جاءت الطعن والبلايا والمحن ما كان مثلا الوليد بن يزيد الفاسق وغامت جدا على بني اميه والسرير حتى في كل الملوك وقبل بعدهم من العباد وكان في مثل طويله بن عويله في اخر بني اميه وفي اول بني العباد. ثم استقر اول بني العباد وكل النظام وذهبت قطعه من الملوك وتولاها بني اميه في المغرب الاندلس يقصد ان المراحل على في النبوه ويتعذر الرابع تعذر على لها وهو قد يسمع عليها لا لها، فان هؤلاء الذين قالوا ما تولوا فيه هؤلاء ابن عزم الرابع ما تولوا فيه سوى علي فقط تولى منذ بيتها مع خلاف بين الرجال ولم تستقل الامور والحسن تولى اليهود يسيره وقد اسمى تقريبا ثم نازل الى المعاويه اما الباقي ما تولوا فيه فيهم ما تولوا فيها ولم يكن له ولاية فلا تقل السوء من الإسلام بأهل السيف لا بين عالم وبين عارف وبين من لم ترى له أخلاق لها أهمية لكنه قوم أو زهد أو شر أو فاء تمام صلى الله عليه وسلم. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمين المعتدين بل المنافقون الكافرين واهل الحق ادم من اليهود وقولهم ظاهر الاسلام بل لم يزل الاسلام عزيزا
الزياد في أيام هؤلاء الاثنى عشر. قوله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمس مئة ثلاثة وخمسة. خمسة
ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، فوصى بالجمع خيرا، وقد انتشر الصحابة ومن بعدهم ذلك، اعتنى بهم الصديق واعتنى بهم عمر واعتنى بهم عثمان وعلي ومن بعدهم رضي الله عنهم جميعا. والمقصود من هذا كله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهل بيته يجب على ولاة الأمور أن يعتنوا بهم ويحسنوا إليهم، وأن يمنعوا من تكلم فيهم بسوء أو آذاهم أو قدح فيهم، لأن ولاة الأمور هم اللي يربى بعده صلى الله عليه وسلم في إلزام الناس بالحق وصدهم عن الباطل والأخذ على أيدي السفيه، ومن ذلك إلزام الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، السير عليهما والاستواء بنيدهما والحذر مما خالفهما، ثم العناية بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم والكف عن مساويهم وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيته، كل هذا مما يجب على ولاة الأمور من الأمراء والعلماء وأعيان الناس أن يكونوا شيئا واحدا في هذا الباب ضد أهل الباطل ضد أهل الشر. نعم. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كثرت الخطبة هذا. نعم. الخطبة هذه. وجد الأزواج يمكن 16 أو 13 من الحجة، لأنه صار من مكة إلى 14، والابن السيد المتوسط تجعل ما بين مكة والمدينة 7 أيام وثمانية أيام، لأنه لما جاء بقدومه جعلها 7 أيام خواجيل والسيد تقدم في صباح الأحد، ورجوع يقال ذلك رغم أنك هذا مثل اليوم 15 أو 13. نعم. خرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يقرأ لبعض الناس أن في الموضع يقارب الصفا الرابع مثل بعيد الرابع. نعم. 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 قال اركبوا محمدا في أهل بيته، وإنما قال الشيخ رحمه الله قد جرى من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق، أصله إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك علماء. فإن عبد الله بن سبا لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بنصره وقدحه كما فعل بدين النصرانية، فأظهر التمسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرطيس، وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المستري وبقيت في نفوس المسلمين فما أمر بذلك.